أصغر إخواني الذكور عبد الملك على اسم ابني عبد الملك، قريبين من بعضهم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. الحرية فضاء رحب أوجده الله الخالق العليم لخلقه، أباح لهم فيه الانتفاع بكل ما أوجده لهم في هذه الحياة من رغبة وإرادة وعزيمة وفعل. لقد دعانا الله لقراءة العالم وتدبر الكون والسياحة في الأرض، وسخر لنا كل موجوداتها ومخلوقاتها، وأكرمنا بالعقل لنرى به ما لا نبصره، ونعبر عن تجليات النظر بالرأي تنوعا لا محدودا في ظل شريعته السمحة ودينه الحنين، حادا حدودا دقيقة لحمايتها وضبطها.